قولي. نعيمة. مالها؟ شفتها في الجبل مع بدري لوحدهم. انت بتقولي ايه؟ اللي انا بقوله لك ده حصل، بس هو راجل جدع قال لها اسمعي يا نعيمة، انا مش هقدر اعمل اي حاجة غير لما اخد رأي مروان بيه راجلك. قالت له نعم يا روح امك، راجلي ده ايه، انا صوتي من دماغي، انا مفيش رجالة تحكمني. قبلتي في يا بنت فزعتيني. بقول لك ايه، مصيبه مصيبه وحلت علينا. مصيبه ايه؟ انا سمعت كريمه بتقول لمروان ان هي شافتك وانت رايحه عند بدر الجبل، وبتقول ان انت ماشيه معاه، ومروان شكله شايط. يا دي النيل، يا دي المصيبه. طب تعالي يا بنت نشوف فيه ايه. بعدي عني هات كده. هو انا بقول لك عشان والله العظيم بقتلك يا مروان. بعدي تعالي 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 يا ست الستات. خلصت بهايمك عشان يسمعونا احنا بنقول ايه. هشرب من دمك. لا يا مروان، ما توديش روحك في داهيه. تشرب من دم مين قبل ما دمك يفور عليا؟ اسالها هي بينها وبينه ايه، وايه اللي كان موديها عنده. انا زيها، لو هي عايزه تروح عنده انا كمان عايزه اروح عنده، ولو عايز تقتلني اقتلها هي كمان. يقتل مين يا بنت؟ وانت بتقارني نفسك بيا؟ انت ماشيك من قلب 60 نيله، انا كنت ماشيه وراك عشان اعرف انت بتعملي ايه. ايوه انت عايزه تجيب لنا العار زي غيرك. مش هيطلع عليها نهار. انتوا بنت فزاتة عايزين تستنوا سكاكينكم عليا. اطلعي فوق يا نعيمه. بنت ساميه اوعي اوعي. اطلعي فوق. بعدي عنك. بعدي انت عايزه ايه يا فوزيه؟ عايزه ايه؟ البت دي ماشيه منيل ب60 نيله، لا ليها ظابط ولا رابط، ولا كنت ماشيه وراها ليه؟ هتجيب لنا الفضيحه يا اختي، هتجيب لنا الفضيحه زي غيرها يا مروان. سيبيني يا عمتي. استنى يا مروان. لا يا كريمه، البت دي غريبه عن البلد، ما حدش بيسال فيها ولا حد بيعرف امتى بتطلع وامتى بترجع، حتى البت اللي جراها وراها كيف المكتوره دي هي كمان هعرف اتصرف معاها. هتعملي ايه يا فوزيه؟ في دماغك ايه؟ ندفنها بالحياة مروان عشان تعرف ان الله حق. حتى البنت اللي معاها دي مش هتقدر تفتح خشمها بعد ما تشوف وتعرف ايه اللي جرى لستها. كلام فوزية صح، ندفنها بالحياة، ندفنها بالحياة يا مروان. هات السكينة دي يا حبيبي بقى، هات هات. بسم الله عليك. الزفت ده ما بيردش. ابعتي له مسج. يا بدري يا بدري الحقني، هيموتوني يا بدري الحقني. انا مش عارفه اعمل ايه. هعمل ايه بت؟ ربنا يستر. اروح فين واجي منين؟ اقتلها يا مروان. عايزه تجوزي ساميه المحروس؟ عايزه ايه هاشكة؟ ها يا نعناعة، ها لو حد فيكم قرب مني انا هصوت والم عليكم البلد بحالها. انت مش كنت جايه هنا عايزه حقك يا نعيمه؟ هندي لك حقك يا حبيبتي تالت ومتلت وبزياده كمان. اوعي. فين الرجال؟ اوعي سيبيني من رجليها. عارفين المجابر بتاعتنا؟ افتحوها. تعالي 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 خلاص تعالي يا مربرب انتي. تعالي يا كريمة. انا ما عملتش حاجة، انا ما عملتش ذنب في حاجة. كنت عايزة تتجوزي محروس يا بنت؟ محروس مين؟ خالص لا 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 خالص. بنت اقف انتباه. ستك نعيمة راحت فين؟ سافرت ومش راجعة تاني. وايه كمان؟ وانا هطلع لما هدومي محدش هيشوف وشي تاني. ايه تلم ايه روح امك؟ انت مش هتطلعي من البلد هنا الا وانت ميتة، سامعة ولا لا؟ انت مش هتطلعي من البلد دي غير وانت ميتة، سامعاها هي؟ سمع. كريمة عيني سيبي لي انا الطالعة دي. اتغذي النبي ست كريمة بنت دي. سيبيني وبينها طار جاي. اتغذي.
رجالة. ارجب الإجراءات لازم تخلص النهاردة يا متر. إن شاء الله كل الإجراءات هتخلص النهاردة، ولو حابب أروح لزينب هاني من مصر أخلص معاها مفيش مانع. هيحصل، وأنا هكلمك وأقول لك بعد كده نعمل إيه. بالسلامة أنت. تمام. صباح الخير. مش هتفطر يا مروان؟ ده انا ميت من الجوع. وانا عامله لك فطير بيدي هتاكل صوابعك العشره وراه. الله عليكي. لا قول لي، المحامي كان هنا بيعمل ايه؟ كنت بقول له يدي زينب فلوسها. فلوسها؟ فلوسها دي؟ ورثها. ورثها؟ لو انت ناوي تدي كل واحد حقه ولا ايه؟ حق؟ حق ايه؟ مش بتقول هتدي زينب فلوسها؟ يبقى ورثها من ابوها؟ يبقى هتعمل كده مع الكل؟ محدش ليه حق عندي. انت ناس ان ابويا الله يرحمه كتب كل حاجه باسمي قبل ما يموت. وزينب بره الليله دي عاد؟ زينب مرتي يا عمتي، يعني اللي هتاخده هيرجع لي. يعني يعتبر ما خدتش حاجه. هنقعد ونتكلموا ونسيب الفطير يبرد؟ لا، نروح ناكل الفطير قبل ما يبرد. ريحي نفسك يا ست كريمة، مش هرد عليكي. تعالى يا كبير اتفضل. هو مين اللي مش هيرد عليا؟ طب هي فوزية بدري. الله، وانا هكلم بدري ليه؟ عشان البيعة. بيعة ايه دي؟ انا اللي اشتريت، وانا اللي هاخد البضاعة، وانا اللي هبيع. بتستعجل انت يا كبير على طول. أنا ما أقدرش أعمل أي حاجة من ورا ظهرك. أنا كنت هقول لك طبعا. أنا عارف إن أنت كنت هتقولي لي على كل حاجة. ست كريمة، بعد ما تخلصي وكل أنا عاوزك في المكتب. اعتبرني كلت. تعالي ورايا. أنت ما فطرتش يا مروان. بعدين يا عمتي. هو أنت عملتي إيه؟ أوعي تكوني زعلتيه. لحسن مروان اليومين دول بيجي صعب على الآخر. كل بيدي يا فوزية. يا ترى بيعت ايه دي؟